في النهاية القرار قرار الاتحاد الآسيوي بعد الرجوع طبعا للفيفا وليس بشارة نقل المنتخب الإماراتي من مجموعة قطر تحديدا إلى مجموعة الهند. كرة للكعبي خطر المنتخب السعودي عرضية هذه ممكن. يا سلام الله يا هو جول الله يا هو جول الله يا هو جول مشاري المشهري وبالقميص رقم 16 قميص لاعب المنتخب السعودي المصاب لألف سلامة للاعب خالد حجوي لاعب النصر السعودي ولكن لا 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 لا, لا. مشهري عملها مشهري فعلها مشهري من مرة أولى سددها في شباك عنبر ليتقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة الآن سعودية محاولة هدف ثاني. لا 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 بلنتي 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 ذا المرة حسمت وإن شاء الله تكون المباراة حسمت ولكن شوف المحاولة وركلة الجزاء للمنتخب السعودي وهدف ثاني من الأفضل هدف ثاني من الأميز هدف ثاني من الأجمل حسن العلي سجل حسن العلي سجل معلومة كده عن اللاعب ترى اللاعب تقريبا وصل من محمد العدلي لاعبي المنتخب السعودي لكن المحاولة الخطرة والمحاولة ما زالت بحرينية تمريرة قصيرة عودة سريعة من برناوي الكرة عادة المنتخب السعودي الامتداد السريع الآن عند كعبي محاولة عند المهاري السلوم مرور هذه جول هذه جول هذه جول 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 كعبي برافو يا خالد ثلاثية سيمفونية سعودية على الطريقة البرازيلية مهارة فردية من منتصف